السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في إيجي سبيس، الرابطة المصرية للعلاج الدوائي والتعليم الإكلينيكي. موضوعنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيه عن مرض النقرس أو المعروف باسم داء الملوك. بسبب التسمية بتعود إلى نمط حياتهم وهو الإكثار من تناول اللحوم الحيوانية الحمراء وكمان قلة الحركة والنشاط، ودي من الأسباب الرئيسية لهذا المرض. حمض اليوريك يعتبر أحد نواتج التمثيل الغذائي للبروتينات، ولما بتزيد نسبة الحمض ده في الدم عن 6.8 ملي جرام لكل دي سي لتر بتبتدي بلورات الحمض ده تترسب في المفاصل، ويكون ده مصحوب بألم شديد وتورم واحمرار في مكان الألم. من أسباب ارتفاع نسبة حمض البوليك في الدم زي ما قلنا الإكثار من تناول البروتينات زي اللحوم الحيوانية والمأكولات البحرية، كمان شرب المشروبات الغازية أو الكحولية، بعض الأدوية زي مدرات البول، كمان إذا في قصور في وظائف الكلى ده بيؤدي إلى يعني قلة إخراج الحمض عبر الكلى، إذا في تاريخ مرضي في العيلة أو مرض السكري، كمان زي ما قلنا قلة النشاط والحركة والتقدم في السن. المرض بيكون مصحوب بألم حاد، وممكن طبعا يصيب مفاصل تانية في الجسم، ولكن المشهور عنه هو مفصل إصبع الإبهام في القدم، وبيكون فيه تورم واحمرار في مكان الألم ومصحوب بارتفاع في درجة الحرارة. بالنسبة للعلاج بنستخدم مضادات الالتهابات غير الستيرويدية زي النابروكسين والإندوميثاسين. بالنسبة لدواء الكولشيسين المفروض نستخدمه فور ظهور الأعراض في فترة من 12 ل 36 ساعة بجرعة ابتدائية 1.2 ملي جرام، وبعد كده 6 ملي جرام بعد ساعة، وبعد كده 6 ملي جرام مرة أو مرتين في اليوم لغاية ما يختفي الشعور بالألم. لو هنكرر العلاج بالكولشيسين بعد كده لازم يكون في فترة أسبوعين من آخر استخدام للدواء، ومن أشهر الأعراض للدواء ده هو الإسهال. قد يلجأ الطبيب برضو لوصف دواء الألوبيورينول اللي هو معروف تجاريا باسم زيلورك والنيويورك، وطبعا ده عشان يقلل من ترسب جديد لبلورات حمض البوليك أو اليوريك. براية العلاج بتبقى 100 ميلي جرام في اليوم، وممكن 50 ميلي جرام في اليوم إذا كان في قصور في وظائف الكلى. طبعا الجرعة دي ممكن تزيد تدريجيا، ممكن تصل إلى 800 ميلي جرام في اليوم. من أعراض دواء الألوبيورينول ممكن المريض يحس بغثيان او ميل الى القيء، كمان ظهور الحكه والطفح الجلدي، وقد يلجا الطبيب ايضا لاستخدام الكورتيزون سواء عن طريق الفم او عن طريق الحق. دي بعض النصائح عشان نتجنب المرض او نخفف من الالم الحاد. في اثناء النوبات الحاده المفروض نلتزم بالراحه التامه ونحط كمالات ميه بارده على مكان الالم. كمان ينصح بعدم تناول الاسبرين لانه بيقلل من اخراج حمض البوليك عبر الكليه، وخاصة في الجرعات الصغيرة للأسبرين اللي أقل من 2 جرام يوميا. ينصح برضو بشرب كميات كبيرة من المية وعدم الإكثار من تناول البروتينات زي اللحوم الحيوانية والمأكولات البحرية، كمان البقوليات زي العدس والفاصوليا خاصة في النوبات الحادة يفضل إن احنا ما نكترش من العدس والفاصوليا والبقوليات في أثناء النوبات الحادة، كمان الامتناع عن شرب المشروبات الغازية والكحولية، ويفضل ان احنا نتناول بعض منتجات الألبان اللي هي تحتوي على نسبة قليلة من الدهون. بكده نكون قدمنا لحضراتكم شرح مبسط عن مرض النقرس، أسبابه وعلاجه وبعض النصائح لتجنب المرض والتخفيف من الألم الحاد. ونرجو لحضراتكم تمام الصحة والعافية، ولو في أي استفسارات من حضراتكم فريق إيجي سبيس في انتظارها على صفحتنا على الفيسبوك أو من خلال قناتنا على اليوتيوب أو من خلال موقعنا الرسمي. وبشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.